شكرا لكم جميعا. انا اسمي محمود عبد الستار خليفه، يعني مش الدكتور عكس بس الاسم بسيطه. البحث بتاعي عن فهارس المكتبات في بيئه الويب 2، وفي الحقيقه يعني البيانات او الويكز هو اللي بيبني محتواها. بالنسبه للفهارس برضو المستفيد اصبح له دور كبير في انه يضيف وصفات او كلمات مفتاحيه للمصدر اللي طلع له او نتيجه البحث، بحيث يستخدمها غيره من المستفيدين، وده هنشوفه بالتفصيل. ثالث تأثير وهو ظهور أنواع جديدة من فهارس المكتبات. الحقيقة ظهر مع الويب 2 ما يسمى الفهارس الاجتماعية أو فهارس الجمهور، وفي الحقيقة هي دي فهارس بلا مكتبات، بمعنى إن ممكن أي يوزر أو مجموعة يوزر عندهم كتب شايفين إنها قيمة، أو حد قرأ كتاب بيدخل على السايت ويسجل بيانات بيبليوغرافية كاملة للكتاب، وده خلق فهارس بدون مكتبات. وفي النموذج الشهير جدا موقع لايبرري ثينج. آخر تأثير وهو تطوير النظم الآلية، يعني زي ما محتاجين نبقى جاهزين للمعيار الجديد RDA، شركات النظم الآلية بدأت إنها تنتبه لتطبيقات الويب 2 في الفهارس. وفي النقطة دي مش بالضروري إن المكتبة تغير النظام الآلي بالكامل، لا، ده ممكن في أبليكيشنز بسيطة بتضاف للفهرس عشان توفر لها تطبيقات الويب 2. نيجي للتطبيقات الفعلية، وهم برضو أربع تطبيقات للويب 2 في فهارس المكتبات. أول حاجة إتاحة فهارس المكتبات عبر الشبكات الاجتماعية، وزي ما قلنا الفيسبوك دلوقتي ممكن في من خلاله نعمل بحث في فهارس مئات من المكتبات. وفي الحقيقة ده هيدي مميزات للفهارس، إنه أولا هيتواجد في بيئة إلكترونية متكاملة فيها يوزر بيتعرف على أصدقاء، بيحط وثائق متعددة خاصة بالمناسبات اللي حضرها، مشترك في مجموعات اهتمام، كل ده محصلته إن الفهارس هتنتشر وهتروح للمستفيد مكان ما هو موجود. تاني ميزة إنه الفهرس هيتواجد مكان تواجد المستفيد.